مرة تانية. طبعا التكنولوجيا عالم واسع جدا، لازم ان احنا نواكبه على طول علشان نحقق مستقبل افضل. خليني اكلمكم عن مبادرة حلوة قوي لتدريب مليون شاب وفتاة على التسويق الرقمي. بوابة مصر للعالم الرقمية احدى شركات صندوق تحيا مصر اعلنت عن اطلاق مبادرتها لتدريب وتشغيل مليون شاب وفتاة، وده هيكون خلال 5 سنوات المقبلة في مجالات التسوق الالكتروني والتجارة الالكترونية للترويج للمقاصد والفنادق والمنتجعات السياحية ايضا المصرية، وزيادة على ذلك المنتجات اللي بتحمل شعار صنع في مصر. الحلو كمان في هذه المبادرة ان هي بتوفر فرص عمل للشباب غير تقليدية، بمجرد ما انت هتخلص التدريب تاني يوم على طول تقدر ان انت تنزل وتشتغل، وطبعا كمان ممكن تصبح من فريق المتدربين، وذلك بعد ان يجتاز المتدرب دورات تدريب المدربين اللي بتوفرها بوابة مصر للعالم. خليني اكلمكم بتفاصيل اكتر عن هذا الموضوع مع استاذ خالد حسن، وهو رئيس تحرير جريدة عالم رقمي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، كنت طيبة. طيب اسمح لي ادخل على طول في الحديث عن هذه المبادرة. مبادرة هتدرب عدد كبير قوي من الشباب، يعني مليون شاب وفتاة طبعا هو مش رقم قليل، فأهمية هذه المبادرة؟ وفي الحقيقة المبادرة بتأتي في ضمن مجموعة مبادرات رئاسية وتبع وزارة الاتصالات خاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات تحديدا، نظرا لأهمية هذا القطاع في توفير فرص عمل جديدة، وأنه هو جسر التواصل إن نقدر ننقل مصر من العصر الورقي إلى العصر الرقمي. وبالتالي فالنهاردة وإحنا بنتكلم عن مبادرة زي دي تدريب مليون شاب في مجال التسويق الإلكتروني، مبادرة إيجابية بتستهدف إن أنت عندك اوريدي منتجات وعندك قطاعات زي قطاع السياحه وعندك قطاع العقارات محتاج فعلا الناس تسوق له. طبعا انت حضرتك عارف تعلمي ان عندنا 4.5 مليون مستخدم، 4.5 مليار مستخدم للانترنت، وبالتالي النهارده العالم كله بيستخدم الانترنت في مجال الترويج والتسويق لمنتجاته وخدماته. فالنهارده احنا كمصر عندنا مجموعه من الخدمات ومجموعه من المنتجات الجيده اللي ممكن من خلال استخدام التسويق الالكتروني اللي هو النهارده اصبح يمثل حوالي 40% من حجم التسوق حول العالم اللي هو حوالي 580 مليار دولار حوالين العالم. فالنهارده انت لما بتقول ان انا ادرب او ابني قاعده من الكوادر البشريه المتخصصه في مجال التسويق الالكتروني، انت بتحط نفسك النهارده على قائمه التسوق او التجاره الالكترونيه بمعنى اصح، ان انت ازاي تستفيد من التجاره الالكترونيه. احنا عارفين ان التسوق الالكتروني احد انواع التجاره الالكترونيه. كل حاجه بالظبط اتحولت ان هي تبقى رقميه، فطبعا لازم نواكب ده على طول. صحيح، فمن هنا بياتي اهميه المبادره دي. الاشكاليه في ان احنا ازاي نوصل بيها للمستهدفين منها اللي هم طبعا الشباب، سواء بقى هنوصل لهم عن طريق جامعات او هنوصل لهم عن طريق نقدر نقول الوزارات المعنيه بالشباب، وزاره الشباب، وزاره الثقافه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي. فهي دي الاشكاليه، ان انت ازاي توصل للفئه المستهدفه اللي هم فئه الشباب، وخاصه الطلاب اللي هم على يعني نقول اللي هم على وشك التخرج. طبعا التسوق الالكتروني ميزته ان انت تقدر ان انت تمارسه من اي مكان، مش محتاج ان انت تتواجد في مكان محدد عشان تقدر ان انت تمارس اساليب التسويق الالكتروني. التسويق الالكتروني ليه مجموعه من الادوات او مجموعه من نقدر نقول من الانماط او الصور. اول صوره اللي هو التسويق عن طريق المحتوى الالكتروني، بمعنى ان انت يبقى عندك محتوى جيد، تقدر ان انت من خلال المحتوى الجيد ده تقدر ان انت تجيب عليه سواء رعاه او تجيب عليه اعلانات، او ان انت يبقى عندك موقع بمعنى اصح الكتروني وتقدر ان انت تسوق من خلاله.
النوع الثاني والنوع اللي هو المشهور اكتر اللي هو في الوقت الحالي طبعا اللي هو التسويق عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. ان انت من خلال المواقع المتعارف عليها الشبكات العالميه وده سهل على الناس كتير جدا طبعا. بالظبط كده. يمكن المبادره اللي احنا بصددها هي بصدد هي مركزها على النوعين او ثلاث انواع اللي احنا هنتكلم عليهم اللي هو النوع طبعا الثالث اللي هو التسويق عن طريق محركات البحث بحيث ان هو يطلع المتدرب يبقى عنده رؤيه ازاي يعمل استراتيجيه تسويقيه لاي منتج سواء كان منتج هو بيسوقه عن طريق العموله يعني التسويق ان هو بياخد نسبه من عند التسويق بالظبط كده او ان هو يبني استراتيجيه تسويق الكترونيه يعمل حمله اعلانيه يعمل حمله على السوشيال ميديا يعمل تسويق عن طريق الايميلز يعمل تسويق عن طريق بعض المواقع المتخصصه ان هو شايف ان هي بتخدم المنتج بتاعه او الخدمه بتاعته. فدي اهميه المبادره هنا كده ان هي بتحاول تحط الشاب او المتدرب على طريق التسويق الالكتروني. طبعا مش ملهاش شروط طبعا يعني ان كل شرطها بس ان انت يكون عندك رغبه يعني كل شرط ان انت عندك رغبه ويكون طبعا بتجيد التعامل مع الحاسب بشكل مبسط يعني مش لازم تكون بروفيشنال او تبقى محترف يعني ولكن يبقى عندك قدرة على التعامل مع الحاسب لان طبعا مش ممكن هيكون هيستخدم التسويق الالكتروني هو لا يجيد التعامل مع الحاسب. فالمبادره بتستهدف الفئه دي فئه الشباب اللي هم سواء على وشك التخرج او حتى اللي هم اتخرجوا بالفعل يعني اللي هم اتخرجوا وحديث التخرج ويبحث عن فرصه عمل او يبحث ان هو ليه مجال يقدر يشتغل فيه او يوجد نفسه فيه. بس برضو حديثي التخرج بس ولا ممكن حد عدى على التخرج هو بتاعه في الحقيقة كام سنه فممكن ما حددوش السن يعني ما حددوش السن هو قالوا بس ان هو يعني يكون يعني تجاوز ال 20 سنه لكن ما حدش ممكن يكون يوصل لسنه قد ايه ما حددوش السن قد ايه لان هي زي ما قلنا هي بتستهدف ان انت تخلق فرص عمل جديده ان انت كلنا نعرف ان التسويق الالكتروني احد اهم او احدث المجالات في مجال التكنولوجيا المعلومات فسوق العمل في مجال التكنولوجيا المعلومات بيتغير وبيظهر فيه وظائف جديده من اهم الوظائف دلوقتي المطلوبه في سوق العمل المسوق الالكتروني او الناس اللي بتجيد فيها طبعا فيها مجموعه من التخصصات ولكن هو التسويق الالكتروني بشكل عام بقت اهم التخصصات المطلوبه دلوقتي ان كل شركه النهارده على الاقل يبقى عندها موقع الكتروني ده ابسط حاجه ان يكون عندها موقع الكتروني. في طبعا بعض الشركات محترفه اكتر وعندها قسم خاص بالتسويق الالكتروني ان هو بقى نقدر نقول مكمل لبقيه الانواع من التسويق سواء بقى كان تسويق عن طريق الجرايد او التلفزيونات او الاذاعات او كده بقى التسويق الالكتروني بعض الشركات شايفاه ان هو جزء مهم جدا من ضمن المنظومه كلها. ففي في بعض الشركات طبعا الفاهمه او اللي عندها ده في شركات اساس فكرتها اصلا ابلكيشن بالظبط يعني من غير بقى ما يكون عندها جزء دي طبعا دي شركات في شركات احنا بنتكلم على شركات ممكن تكون شركه تجاريه ما تكونش فبعضهم بيبقى عنده النهارده عنده قسم خاص للتسويق الالكتروني ان هو عايز يروح للمستهلك اينما كان المستهلك ده سواء كان في مصر او خارج مصر كان في اسكندريه كان في اسوان المهم هو عايز يروح للمستهلك المستخدم اينما كان التسويق الالكتروني اهم بس اهم مزايا ان هو بيوصلك للمستهلك ده اينما كان المستهلك ده في اي وقت ملوش وقت معين ما بيفتحش ويقفل في معين. لا بيوصل للمستهلك اللي انت عايزه في اي مكان وفي اي وقت. طب الفتره بتاعت الكورس ده هو الكورس وفقا اعلنته الشركه طبعا وهي بالمناسبه احد يعني شركات صندوق تحيا مصر يعني هيبقى تقريبا ثلاث اسابيع ويتبع احدى الجامعات في مدينه 6 اكتوبر في البدايه ولكن يعني حسب برضو ما الشركه اعلنت ان هو في حوالي هيبقى في اتفاقيات مع حوالي 28 جامعه بتغطي كل مصر كلها وفي اربع وفي كلام ان هو يعملوا بروتوكولات مع اربع وزارات حكوميه اللي هي زي ما قلنا الوزارات المستهدفه الشباب تحديدا ان هم برضو يعملوا معاها بروتوكول عشان يقدروا يتواصلوا مع الشباب خاصه بالسياحه خاصه بالتجاره ايضا هم يعني محددين اربع وزارات اللي هم وزاره الثقافه ووزاره التعليم والتربيه والتعليم وطبعا والتعليم العالي والشباب والرياضه هم ده اللي اتكلموا عليهم يعني بحيث ان هو يعملوا معاهم بروتوكول تعاون وطبعا بيتكلموا مع حوالي 28 جامعه لكن لسه ما فيش اللي هي جامعه واحده بس دلوقتي اللي هي تم عمل بروتوكول معاها واللي هتبتدي باذن الله مفترض من الشهر اللي جاي. الحلو قوي بقى ان هو ممكن مجرد ما هيخلص الكورس تاني يوم على طول هينزل يشتغل. هو دي ميزه برضو مهمه يمكن المبادره بتحاول تربط بين التدريب ان انت بتاهل حد في مجال التكنولوجيا المعلومات وان انت توجد له فرصه عمل. زي ما قلت لحضرتك ان هو في طبعا في احد انواع التسويق اللي هو التسويق بالعموله. فهي الشركه بما انها بوابه الكترونيه اوريدي هدفها ان هي تروج للمنتجات المصريه فاوريدي هيبقى عندها منتجات كثيره يعني منتجات مصريه كثيره فهي بتحاول ان هي توجد فرصه للشباب اللي يتدرب او يتاهل في مجال التسويق الالكتروني ان هي تدخله يشتغل بنظام العموله ان هو يبقى احد المنتجات مثلا ان هو شايف ان هو ممكن او مهتم بيها ان هو يسوق لها
فممكن بيشتغل بنظام العمولة او التسويق بالعمولة. ده نظام معروف على مستوى العالم ودول كتير سبقتنا، وحجم سوق تقريبا العمولات بتقدر بالمليارات يعني بمليارات الدولارات. فهو طبعا الناس ممكن تكون مستغربة عندنا في مصر، ولكن هو موجود وفي اسواق موجودة، منصات الكترونية عندنا في مصر شغالة بنظام العمولات. مش لازم تبقى صاحب المنتج، ولكن انت ممكن تكون تتفق مع المصنع اللي بينتج او صاحب الخدمه بالظبط كده، وتتفق معاه على كوميشن، وطبعا بيبقى المنصه الالكترونيه هي الوسيط بينك وبينه. الحلو ان احنا كان عندنا دايما الجاب في ان انت ممكن تدرب وبعد كده خلاص، يعني المتدرب ده يتنسي خالص، وده كان بيعمل شوك بالظبط ان انت ملوش لازمه التدريب مثلا في الاخر. كل انا اعتقد دلوقتي احنا يعني المبادرات بدات ان هي تتعلم من اخطائها في الماضي. بالظبط، انت مش مجرد ان انت بتاهل كوادر بشريه وتسيبهم وهم يعني للاسف يفاجئوا من بعد ما يتم تاهيلهم ويبقى مؤهل ويبقى جاهز ريدي للسوق، ما يلاقيش فرصه عمل او ما يلاقيش الاهداف او الطموحات اللي هو كان بيهدف ليها. فالنهارده غالبيه المبادرات بتحاول تربط بين ان انت تتاهل وتدرب، وفي نفس الوقت توجد فرصة العمل، سواء بقى كانت فرصة العمل دي داخلية عندك أو بالتعاون مع شركاء أو شركات مصرية أو حتى شركات أجنبية. لأن زي ما قلت لحضرتك إن المنطقة كلها حجم التسويق الإلكتروني عندنا في منطقة الشرق الأوسط حوالي 25 مليار دولار. يمكن مصر حظها مش كبير، حوالي 3-4 مليار دولار، ولكن يعني المستقبل كله رايح ناحيه التسويق الالكتروني. زي ما قلنا كده ان احنا عندنا حوالي مثلا 45 مليون مستخدم او 47 مليون كمان مستخدم الانترنت، عندنا الموبايل حوالي 95 مليون مستخدم. فالنهارده التسويق الالكتروني سواء عبر الموبايل او عبر الاجهزه الالكترونيه هو المستقبل. ما اعتقدش ان في حد في مصر ما جربش ان هو حتى يتعرف يعني على سلعه او ما يجي يعرف عليها، بيخش على النت يعني اول سلعة حاجه منها على كمان يعني لو فيسبوك او حاجه الناس تبتدي تشتري بالزبط. سلع ناس بتعمل شوبينج مثلا او تسوق او على الاقل عايز يعرف معلومات عنها لازم يخش على النت ويخش على ابلكيشن. فالنهارده التسويق الالكتروني بقى هو نمط اساسي في حياتنا، حتى يعني كشعب عادي مش متخصص، مش لازم تكون انت متخصص في مجال التكنولوجيا معناتها عشان تستخدم التسويق الالكتروني. النهارده بقت شيء اساسي جدا، سواء بقى سهل لناس كتير قوي بالظبط كده. ناهيك بقى عن الشركات طبعا دايما بتبحث، كل شركه بتبحث عن تعظيم العائد من اي حمله تسويقيه. فالنهارده لما هو بنقول احد مزايا التسويق الالكتروني ان هو بيخفض لك التكلفه، اسرع اسهل تفاعلي مع المستهلك بتاعك، بتقدر تعرف المستهلك بتاعك نمط استهلاكه ايه، بياخد ايه امتى. فكل ده التسويق الالكتروني بيقدم لك مزايا جديده جدا للشركات اللي عندها منتج او اللي عنده خدمه ان هو يقدر يستفيد منها بشكل اكبر. فمن هنا جت اهميه ان انت يبقى عندك ناس متدربه او متخصصه في مجال التسويق الالكتروني. المجال مش صعب، ومش عايز اقول ان هو يعني مستحيل، ولكن هو بس عايز الكوادر البشريه تخش فيه يبقى عندها نوع من التالنت والابداع شويه. يعني بمعنى ان انت مثلا لما يكون عندك موسم مثلا تعرف السلعه مثلا اللي اكثر استهلاك عليها، فتبدا تنزل عليها عروض عشان تخاطب بيها الجهات المعينه، فئه معينه مستخدمين. والله مش عارف في محافظه معينه بيبقى عندهم مثلا حدث معين، فتقدر انت تستغله وتنزل لهم وتنزل المحافظه دي. محتاجه تشغيل دماغ. بالظبط كده. يعني برضو زي ما هو في التسويق التقليدي التالنت الشخصيه او المهارات الشخصيه بتفرق، برضو في التسويق الالكتروني مش مجرد ان هو بقى الكتروني بقى تحل لك كل مشكله، لازم برضو شويه تشغيل دماغ وشويه تالنت كده عشان تقدر انت تبقى مميز يعني. طب استاذ خالد، بالنسبه لمجال الالعاب الالكترونيه، يعني بيتم تاهيل الشباب من خلال برامج تدريبيه في مجال الالعاب الالكترونيه، وبتستهدف تخريج 10,000 صانع العاب مصري، وده طبعا الى جانب التدريب في مجال التصوير للفيديو والصور مع امكانيه عرض اللي بيقومون بتصويره على المنصه القوميه اي جي جيت. يمكن كيف يتم الاستفاده برضو من ده؟ يمكن دول بندين تانيين اضافيين للبند الاولاني اللي هو التسويق. يعني المبادره فيها ثلاث محاور، محور اولاني التسويق الالكتروني، محور ثاني الالعاب الالكترونيه، محور ثالث التصوير والفيديو واعداد الكوادر البشريه في المجال ده. طبعا واتكلمنا على الجيمز، طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي في معرض كاير سي اللي هو اللي فات دوت اعلن عن مبادره لتدريب حوالي 10,000 متخصص في مجال الالعاب الالكترونيه من مصر والشرق الاوسط. يمكن المبادره دي اعتقد بتتكامل معاها بشكل ما او باخر، ان احنا صناعه الالعاب الالكترونيه دلوقتي في الوقت الحالي اللي حضرتك بكلمك فيه لا تقل مثلا عن 140-150 مليار دولار. متوقع في 2021 توصل 200 مليار دولار. فاعتقد ان هو مصر للاسف مستخدم للجيمز، مستخدم يعني عندنا احنا مستهلكين للجيمز. اعتقد ان هو يعني عندنا الكوادر وعندنا السوق اللي خلينا ان احنا ننتج كمان الجيمز ديت،
سواء جيمز على الموبايل او جيمز على بعض الاجهزه او حتى او جيمز على الكمبيوتر. ولكن اعتقد ان احنا حان الوقت ان احنا يبقى عندنا نساهم في انتاج الجيمز. مش لازم تكون جيمز يعني هاي بروفيشنال، ولكن على الاقل نبتدي. فالمبادره دي بتستهدف ان انت يبقى عندك كوادر بشريه متخصصه في مجال تطوير الالعاب الالكترونيه، بحيث ان احنا يبقى عندنا القاعده الاساسيه، اللي هي قاعده اساسيه يعني احنا في الجيمز ساعات الجيمز بتعتمد على العقول، العقول البشريه، ما يعني مش محتاجه دي، عايزه ابداع كرياتيفيتي يعني، مش محتاجه تمويل كبير يعني، مش انا قصدي ان هي بتعتمد على العقول اكتر من ان هي تعتمد على التمويل. لو انت عملت عقول كويسه وفكره جيده والتراث المصري والحضاره المصريه، ممكن تقدر انت تعمل منتج جيد في الالعاب الالكترونيه تحديدا، وتقدر انت تلبي احتياجات سوق كبير جدا. الشرق الاوسط عندنا سوق كبير جدا، يعتبر ثاني اعلى معدل نمو في الالعاب الالكترونيه على مستوى العالم سوق منطقه الشرق الاوسط. فاعتقد المبادره برضو في المحور الالعاب الالكترونيه دي بتخاطب صناعه مهمه جدا، ما بقتش صناعه ترفيهيه يعني. البعض اذا كان بينظر للصناعه الالكترونيه صناعه ترفيهيه، هي في الحقيقه ما بقتش صناعه ترفيهيه، بقت صناعه اساسيه وصناعه بتدر عائد مادي كبير جدا. لو انتقلنا حضرتك المحور الثاني اللي حضرتك سالت فيه اللي هو الصور والفيديو، حضرتك عارفه دلوقتي الصوره زي ما بيقولوا احنا في عالم الصحافه كده بألف كلمه. فالصوره اصبحت مهمه جدا، والفيديو برضو اصبح مهم جدا في ظل انتشار مواقع الفيديو كتيره قوي يعني، سواء محليه او حتى عالميه او حتى اقليميه. فالصوره والفيديو بقى مهم جدا. احنا للاسف يعني يمكن عندنا نقص في الناس المتخصصه في المجال ده، ان هو زي دكتوره محترفه ويديكي فيديو محترف. فالمجال ده مطلوب، والمجال ده مش لازم يكون السوق المصري بس، كمان السوق العربي وسوق كمان شمال افريقيا وسوق حتى اوروبا بيحتاج الناس البروفيشنال دي في مجال الصور وفي اعداد الفيديوهات. لان زي ما قلت لك المستقبل اللي جاي رايح ناحيه اكتر ناحيه الصوره. سواء بقى في منصات خاصه بالصور بس، في منصات خاصه بالفيديو بس، فالناس بتحب تشوف اكتر من دلوقتي ما بتقرا بالظبط يعني. ونلاقي حتى المنصات اللي خاصه بالفيديوهات والصور الترند بتاعها اعلى بكتير جدا من الترند بتاع المنصات الخاصه بالكتابه او كده يعني. الصوره تخليك تتخيل طبعا، فاكيد الصوره تجذب كده اكتر بكتير، وعارفه بيبقى التفاعل معاها اكتر واسرع. فعشان كده نقدر نقول ان برضه المجال الثالث دوت اللي هو مجال اعداد ناس محترفه في مجال تصوير الصور واعداد الفيديو ده مهم جدا. حلو قوي التركيز على ده، يعني التركيز بقى على الحاجات بقى مش الحاجات العلميه بقى، العمليه اكتر يعني. السوق عايز ده إيه؟ مهم ده مهم جدا. نواكب دايما كل ما هو جديد عشان نطور من نفسنا كمان. هو يعني انا اتمنى كمان المبادره، بس انا عارف طبعا ان الشركه اللي اطلقت المبادرات دي هي خاصه بالتسويق الرقمي، ولكن احنا برضه في مجالات تانية برضه مهمه جدا ان احنا نحاول يعني نؤهل فيها اولادنا من الصغر. مجالات زي الروبوت، مجالات زي الذكاء الاصطناعي، الكلاود كمبيوتر، امن المعلومات، دي كلها يعني حاجات جديده دلوقتي بقت هي الاساس او هي الوظائف المستقبليه. المستقبل ده مش قصدي بيه يعني 10 سنين ولا 5 سنين حتى، ده النهارده بقى عندنا نقص في امن المعلومات لا يقدر بحوالي مليون يعني. تخيلين حضرتك على مستوى العالم عايزين مليون مطور لامن المعلومات سكيورتي بس، مليون شخص في مجال الذكاء الاصطناعي يعني. الواحد بيذهل من كوكب اليابان يعني. احنا مثلا كنا بنقرا كم يعني اخبار كده في بدايه الحلقه بس مش النهارده، فكان في خبر عن بطوله لكره القدم للروبوت اللي بيلعب روبوت يا جماعه، اللي بيلعب كوره روبوت. فمتخيل الناس وصلت لايه، فانت عايز توصل برضو لده يعني. الروبوت بقى شئنا ام ابينا، احنا مش هنبقى موجودين بعد كده. والله انت يعني انت بقى ومهاراتك يعني لازم تنمي مهاراتك عشان تتعامل معايا يعني. ما نلومش نفسي يعني، الروبوت هو المستقبل، فانت عليك ان انت تنمي مهاراتك عشان تتكامل معاه. طبعا العقل البشري هو اللي بيدير الروبوت وهو اللي بيغذيه وهو بيبرمجه، ولكن اخشى مع الذكاء الاصطناعي وتطور الكبير اللي بيشهده الذكاء الاصطناعي ان الروبوت ده يتخذ قرارات ويعتبرنا ان احنا اقل منه في الذكاء وفي القدره. مديري هيبقى روبوت بعد كده. فلازم نأهل نفسنا يعني اتمنى ان يبقى في مبادرات. طبعا الذكاء الاصطناعي طبعا عملت او بتعمل دلوقتي استراتيجيه للذكاء الاصطناعي واكاديميه لتدريب كوادرنا في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن اامل كمان ان بقيه الكيانات المعنيه بصناعه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات ان هي تتعاون في الاطار دوت، ان احنا لازم عندنا كوادر لازم اريدي لا يجب ان ننتظر. انا يعني كنت في احدى الزيارات في الولايات المتحده، الناس بتدرس الروبوت دلوقتي وهم في ابتدائي يعني، وهم في صفر رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي بيدرسوا الروبوت. فاحنا حان الوقت دلوقتي ان احنا اولادنا كمان لازم يبقوا مؤهلين من صغرهم
من دلوقتي الطالب يبقى عنده مبادئ البرمجة، يبقى عنده على الأقل يبقى فاهم يعني إيه روبوت، ويعني إيه ذكاء اصطناعي، ويعني إيه ليرنينج ماشين، ويعني إيه كلاود كمبيوتر. الحاجات دي احنا عاملين ده بقى في التعليم، لأن احنا زي ما احنا شايفين في طفرة دلوقتي، يعني في محاولات جادة لمحاولة فرماطة التعليم الجديد. ياريت. فبالتالي ده بقى اللي احنا لازم نعلمه الولاد الصغيرين، ما يبقاش كل التفكير على الحاجات العلمية النظرية، اللي هو الطفل داخل يحفظ عشان يحط في الامتحان ويطلع ينسى كل حاجة. فده فعلا اللي احنا بنأمل ان هو يكون موجود. عايز اقولك ان يعني في اطفال النهاردة شغالين في مجال السيكوريتي بيجنوا مئات الالاف من الدولارات لان هو يوجد ثغره لاحدى الشركات مثلا، سواء شركه كبيره او صغيره، وبالتالي بيدل الشركه دي على الثغره ديت ويجني من وراها مليارات. ده بكلمك على 8 سنين و9 سنين، مش بكلمك على مثلا على حد بيتخرج من الجامعه او طالب لسه في، لا. يعني النهارده التكنولوجيا بقت مع السن الصغير، ما بقتش ان هي التكنولوجيا لازم تستنى ان انت تبقى متخصص تخش كليه هندسه ولا حاسبات عشان تبقى متخصص، لا. اللي يخلي طفل او اقول بيبي، مش حتى طفل، بيمسك الموبايل وعارف يقلف الموبايل وعارف الحركات، ياكد لك ان احنا بجد الاطفال بيستوعبوا بسرعه جدا. هو ده سن الحفظ بالنسبه بالزبط. للاطفال يعني صغيرين، فعندهم افكار كتير يعني. صحيح. الاطفال نفسهم بجد ممكن يتعلموا يعني ببراعه وبسرعه اكتر بكتير من حد كبير. بالظبط. المهم ان احنا ما نخافش ان التكنولوجيا هتصعب حياته، لان للاسف البعض بيخاف من التكنولوجيا ان هو شايفها ان هي ممكن الاولاد مش عارف يستخدموا حاجات غلط، يبصوا على حاجات غلط. السلاح ذو حدين، فاحنا يعني لازم ناخد بالنا قوي برضو في التعامل يعني مع يعني اعتقد ان هو الرقابه الذكيه هو الحل الامثل، ان انت تبقى مع ابنك او مع بنتك بيعملوا ايه، انت توجههم، مش لازم تبقى رقيب عليهم. وبعدين النهارده في برامج النهارده تقدر تشوف الولد دخل على ايه وعمل على ايه وعمل من طريق موبايلك، وهو يعني او تقفل له المواقع اللي انت شايف ان هي مش مفيده ليه او حاجه زي كده. فالنهارده بقى في حاجه يعني حاجات كتيره جدا، برامج كتير جدا بتساعد الابوين ان هم يمانج استخدام ابنهم للادوات التكنولوجيه، بدل ما امنع خالص. وده المنع غلط. المنع انت بتحرمه من اداه المستقبل. يعني التكنولوجيا دي هي اداه المستقبل. كنت انت بتبحث عن ابنك يبقى يكون عضو او انسان منتج في المستقبل، لازم التكنولوجيا تبقى شيء اساسي في حياته. سواء بقى يعني انا ما بتكلمش كمان ان هو يبقى مستخدم وبس، انا بتكلم ان هو ازاي ان هو يبقى منتج في احدى المجالات او التخصصات اللي احنا بنتكلم عليها ديت، اللي هي مفترض دي وظائف مستقبليه. في حوالي 150 وظيفه كده هتتلغي يعني خلال العشر سنين اللي جايه دول، في حوالي 150 وظيفه مش موجودين اصلا. الاله هتحل محلنا. في وظائف جديده مقابل كده في حوالي 150 مليون وظيفه جديده هتتخلق، بس هيتخلقوا لمين؟ هيتخلقوا للناس اللي اوريدي مؤهله نفسها ومجهزه نفسها للتكنولوجيا. طيب اخيرا بالنسبه احنا معانا بس دقيقه واحده للي عايز يشارك في الدوره التدريبيه دي. طبعا من خلال البوابه عاملين تسجيل ريجستريشن، يقدر ان هو يسجل عليها. يخش على البوابه بتاعه الشركه، بوابه مصر العالم الرقمي. هيقدر يخش عليها ويسجل عليها، وطبعا هم عاملين التسجيل يقدر يسجل اونلاين، واعتقد بعد كده هم هيخاطبوه بميعاد الدوره وحاجات زي كده. يعني. الموضوع تمام. مش سوء ان هم هدفهم الصراحه ان هم تسريع عمليه تاهيل الكوادر البشريه، يعني هم مش حاطين معوقات كتيره قد ما هم عايزين بجد شباب ان هو ينضم ليهم يعني. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد حسن، رئيس تحرير جريده عالم رقمي. كل سنه وحضرتك طيب. اشكرك. كل سنه وانت طيبه. اشكرك. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تعالوا نشوف مع بعض اخر اخبار الاقتصاد مع زميلي عمرو عبد المجيد، وهنرجع مره ثانيه. خليكم معنا. We'll be right back.